22 سبتمبر 2020، اسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في هذه الساعه الصباحيه من شمس البحرين. صبحك بالخير والنور والسرور ايمان. صبحك الله بالسعاده والورد. انا قبل نطلع الهواء كنت تدردشين مع مصورتنا دانا، وشفت المواهب وحبك للتصوير الفوتوغرافي. اي والله احس كل يوم شي لازم اطلع بصوره جميله، ودانا ما تقصر وياي. احنا البنات كلنا نحب التصوير. اعتقد ان التصوير في الفتره الاخيره انتشر بشكل سريع وايد وايد، سواء كان تصوير الاكل، تصوير الاشخاص، أو تصوير أي شيء بشكل عام. خاصة أنت ما تحتاج كاميرا بروفيشنال الحين أو تشتري التلفونات. خلاص كل شيء فيها، يعني الإعدادات اللي في التلفون نفسه يخليك تصور باللي تبي. صحيح صحيح. يعني اليوم فقرتنا الصباحية بتكون مع بداية مع القهوة طبعا، بدون عصاير، نروح إلى سالم سالم و 48. انا اروح على ما انت اي ما ادري شنو اللي طاح عندك حاضر. المايك طاح يا يلا ما عليه بنقذك. هاي من قهوه امس. اهلا صباح الخير. صباح، شلونك سالم؟ شو اخبارك اليوم؟ ان شاء الله شو بنسوي مع 48؟ اليوم ان شاء الله بنسوي الكلاسيك، الاشياء الكلاسيك الحاره، الاشياء الحاره الحاره مثلا الكرتادو او اللاتيه او الفلات وايت. حلو، راح نبتديها حتى في هالفتره. يعني اكثر اللي يحب الكلاسيك يحب الفلات وايت. فلات وايت. اي نعم. الحين راح نبتدي مع شنو؟ الفلات وايت؟ فلات وايت. فلات وايت، اوكي. هو اتوقع جربناه صح حازم من فتره بعد فلات وايت الاسبوع اللي طاف. بس ترى كل واحد يخلي لمسته الفنيه صح المختلفه. فلازم في فرق في الطعم. اكيد شيء اكيد، من شخص لشخص ومن ذوق لذوق بعد. اكيد. يفرق. انت الحين طحنت القهوه؟ طحنت القهوه وضغطتها، والحين راح تحطها في الجهاز. نعم. القهوه اثيوبيه. سالم انت عاده تحب الفلات وايت ولا مو وايد تشرب فلات وايت؟ اكثر شيء احب الفلات وايت. تحب الفلات وايت؟ نعم. الحين احنا ننتظر القهوه. والله اتوقع يعني الفلات وايت في الفتره الاخيره في ناس وايد يستحببونها. صح، وبالذات اذا الجو كان بارد شوي. يمكن الجو كان بارد. اي نعم. ويرسمون عليها صح حركات. إيه نعم. الرسم دي صعب، لازم اتعلمها. والله انا وايد صعب. سهل يعني؟ يعني هو اهم شيء التبخير. هو بعيدا عن الذي اهم شيء بيكون التبخير قبل كل شيء. قبل كل شيء. اول شيء الطعم يكون بعد في التبخير، ان الحليب ما يحترق، وانه يكون في ثيك ممتاز. حساس خاصه الحليب. الحليب اي نعم. لازم يعني فتره شوي بسيطه كذي، بس على اساس تسخنه بس وخلاص. تسخنه تعطي بخار بسيط. عاد لها هو تكنيك الحليب، التبخير لتكنيك. لتكنيك معين. لتكنيك معين حق كل، بعد حق اللاتيه وحق الكابتشينو وحق ها يختلف بعد. يختلف اي نعم يختلف. في طريقة تحريك يمكن حق الحليب والكوب نفسه صح؟ لا في التبخير. لا سهلة بالنسبة لي. لا صدق يبي لها تكنيك. سالم الحين يبيعون حتى القطع اللي تقدر تشكل فيها صح القهوه؟ إيه نعم. من فوق يعني تكون إيه نعم جاهزه، بدل يكون في ابداع من الشخص نفسه واجتهاد شخصي يعني. بس الناس تفضل الارت. الارت اكثر، اليدوي اكثر، الابداع اليدوي. إيه نعم. وايد يصورونه ومهتمين فيه. من ساعه قلت عن التصوير عشان كذي احنا اقول لك احنا نحب نصور الكوفي. بعد فترة أخيرة قمنا نشوف ناس تطبع صورهم أساساً فوق الكوفي فوق صح؟ اي نعم. يعني يستوي نحط صورة إيمان وصورتي كذي على جلاس؟ اي يصير. بس مو يدوياً، هاي بال لا بالقطع. هاي لا هاي مستحيل. الفنان اللي بيرسمك إيمان. هاي الكابتشينو. هاي الكابتشينو. اي نعم. نسوي لكم بعد ذي فلات وايت. فلات وايت. إيه نعم. على ما انت تجهز فلات وايت خلي اودي حق حازم يشرب الكابتشينو.
اوكي تقدر الحين شو اسمه؟ لا لا خلاص العين لا تعلى من حواجب طال عمرك. عشان يعني انت تجرب تسوي القهوه وياها. انت اخبر صرتي في عالم العصائر والقهاوي. انا العصائر اوكي بس الكوفي قاعده اتعلم شوي شوي. سالم هاي كلنا نقدر نسويه في البيت ولا صعب؟ لازم يكون مشين معين في تكنيك والله معين. والله هو مشين معين بس في دورات يعني. في دورات حق ال يعني اتوقع يعني في ممكن تكون العمليه ابسط من الماكينه اللي قاعد تستخدمها. في اي نعم في يعني اعتقد ان هذه الماكينه ما راح تتوفر في كل البيوت. اي هاي الماكينه ما بتوفر، سعرها شوي يعني مو بنا وايد مرتفع بس سعرها يعني متوسط، بس مو بالاغلب انه يعني تصلح حق المحلات اكثر من ما هي تكون موجوده في البيت. بعد لا المحلات شوي بتكون شوي كحجم وكذي بتكون شوي كواليتي شوي افضل. ساي الاكثر المكاين المشين بتكون حق الكاترينج، بتكون حق مثل ما يقولون الاعراس، حق المناسبات اللي يطلعون فيها. بالضبط بالضبط اذا كيترينج حلو. الحين ايش راح نسوي؟ ان شاء الله في الاسواق. يلا مستعيلة انا السالفه. هذا شنو ايمان؟ شنو ذي المشروب؟ كافتشينو صح؟ كافتشينو كافتشينو. والياي؟ فلات وايت. فلات وايت. ها شلون كافتشينو حازم؟ ممتاز صراحة. ممتاز؟ طيب. عاد انا ما فيني صبر سالم بشرب الفلات وايت بسرعة. بعد نفس العملية تقريبا. نفس العملية. نعم. بس الاختلاف يكون في شنو؟ في الحليب. في الحليب. اي نعم. بين الكابتشينو والفلات وايت يكون الاختلاف الحليب. في الحليب. الكمية يعني. كمية الحليب اي نعم. تختلف بعد كمية الحليب من مشروب لمشروب ثاني، اتوقع من قهوة لقهوة على حسب. اكيد الكورتادو اقل يكون عندك الفلات وايت، وبين الفلات وايت واللاتيه بتكون الرغوة تختلف. الفلات وايت بتكون اقل رغوه. حلو. اللاتيه لا شوي اكثر. والكابتشينو اكثر بعد. يعني احنا في المشروب اللي قاعد تشربه حازم الحليب فيه بنسبه عاليه. الحليب فيه كابتشينو لا الحليب الكابتشينو اقل في كميه حليب في المشروب. الفلات وايت. اوكي. يعني مو شربة قهوة فما أنا ترى توني يعني بادي إني أعرف المعلومات. إحنا للحين على الطريقة القديمة اللي في البيت بسرعة تسويها في المكتب على السريع عندك وقت وكذي. الحين المشكلة تعودت أنا على شنو؟ على الكوفي ذي اللي بالطريقة البروفيشنال والمحترفين. فشون أشرب اللي في البيت مو بعرف. صعب صعب ترجع. حلو الحين بنصب الحليب. هذه فيها رسمة أحس ولا للحين لا؟ أنا مستعيلة على الرسمة. تقتلون مواهبي تقتلون مواهبي. كان عطيت إيمان تجرب. الله كار رسم لي بس رسم لي. الله والله رسمة حلوة. اشربها الحين هاي الفلات وايت. هاي الفلات وايت. يعطيك العافيه سالم. تسلم يدك سالم ما قصرت. اليوم سوينا مشروبين كابتشينو والفلات وايت. اتوقع كل مشروب ألذ من الثاني. اكيد اللي عندك لذيذ. انا يعني عن نفسي انا بعد راضيه عن المشروب اللي عندي. اللي هني كفاءات. شكرا لك سالم يعطيك العافيه. نشوفك باكر باذن الله مع مشروب جديد. اكيد اكيد. روح الى نروح طبعا قبل ما ننتقل حق فقرتنا الثانيه حازم اكيد انا ودي اقول ان كلنا نقدر نستمتع بتفاصيل يومنا سواء كان بالقهوه او ممارسات هواياتنا، لكن ضروري نلتزم للبحرين، ضروري نلتزم لمصلحه اقاربنا ومجتمعنا ووطننا، نستطيع نحول الخطر الى امان والخوف الى اطمئنان. اكيد اكيد ايمان لا خروج الا للضروره ولا خروج الا بلبس الكمام والالتزام بالابتعاد الاجتماعي او بالتباعد الاجتماعي، لان خفض معدلات انتشار فيروس كورونا يتطلب ان نلتزم للبحرين
وبمشاركة فاعلة من الجميع. أكيد بلا شك. والحين بننتقل مشاهدينا لفقرتنا الثانية، مثل ما عودناكم كل يوم ثلاثة راح نتعرف على حرفة امتهنها أهلنا بالبحرين منذ القدم ولا زال يواصلون فيها. معدنا عبد النبي الجردابي جهز لنا تقرير اليوم حول مهنة التناك، خلونا نتابع مع بعض هذا التقرير. الصفار أو التناك مهنة تراثية امتهنها أهل البحرين من قديم الزمن، ونواجه اليوم صعوبة في إيجاد أحد يشتغل بيها، وهذا بسبب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي في كل المجالات. التناك حرفة قديمة امتهنها أهل البحرين من قديم الزمن، وقدروا يبرعون فيها وأصبحوا محط الأنظار من كل مواطني دول الخليج. من الصغر يعني توارفناها من الوالد، وخلاص يعني ختمناها يعني الحمد لله واصلنا. بس هذه الشغلة يعني شبه من قرضة، لأن أول عليها إقبال وكانوا يعني وايد يشتغلون. هذا الشارع كان كله تناكة، مع الزمن تطور الزمن تقلصوا، ما بقى الا هالمحل هذا، لان جل مستورد، نزل الالمنيوم، نزل البلاستيك، اثر عليها واجد. التناك مهنه صارت من بعد شح السوق لمهنه الصفار، وذلين الحرفتين وجهين لعمله واحده، متشابهين في فكر الكثيرين لكنهم مختلفين في الأداء والمعنى. وأول على زمن الصفر يسمونهم صفافير، لأن ما مش إلا الصفر ذاك الوقت، يشتغلون في الصفر، في القدور، صواني، صفاري. بعد مع الزمن هذا الصفر غالي، نزل التنك، نزل تشينكو، فتحولوا الصفافير الى تناكة كذي، لان الصفر صعب يتحصل وغالي بالوزن. هذا طلع التشينكو وطلع التناك ارخص، انقرضت الصفارة. يعني الحاج حبيب صار عنده سماع اصوات المعدن وتشكيل الاشكال، لعبة تحرك يده وتعود عليها، ولكنه فقد الأمل في توريثها لعياله أو لأحفاده. الأولاد ما أشوفهم يعني عندهم رغبة، أنا الشغلة متعبة وزحمة، وأولاد الحين غير أولاد الأمس. يعني الأول يشتغلون، الكل يشتغل، الحين ما يحبون الشغل. يعني أنا أقول خليه يدرسون أحسن، يمكن يستفيدون. يعني الزمن غير، أول إحنا صغار خلونا نشتغل من كذي، يعني تعلمنا شلون نسوي منقاش، بنقلة، شوي شوي تطورنا، يعني مشينا فيها. تعب وشقة وصبر وشوق، بهذه الكلمات نقدر نلخص كل أحاسيس العامل بالتناكة، لأنها تخليه يجدد روحه حتى يحمل المطرقة ويطق بها كل ما تعلمه في سنوات الخبرة. بنيتي لو يسوون يعني سوق مثلا حق صفافير، حق حدادة، نجاجير، يعني هذا تحافظ عليه دعم من الدولة، يعني مثلا أجار خفيف عشان يستمرون. أنا الحين زحمة، يعني الشغلة ما تدخل ديك، لو يعني بتستأجر وده يطلع لك أغلى من بيع السوق، لأن الإقبال خفيف
يبى تشجيع يعني دعم يعني عشان نحافظ على ذي المهنة. برغم صعوبة العمل بهذه الحرفة بالوقت الحالي، لكن الحاج حبيب أبي يتركها لقربها من قلبه ومشاعره برغم هجرانها من بقية أصدقاء المهنة بالسوق. أكيد نشكر زميلنا عبد النبي الجردابي على هذا التقرير. مشاهدينا، وإن كانت لجائحة كورونا جانب مشرق، فهو لكاتبة تركت أجزاء من علمها ومعرفتها رهينة الأدراج حتى أتت الجائحة وحركت ما بداخلها من إبداع. ضيفتنا لليوم أبدعت من خلال روايتها الأخيرة وبشهادة عمالقة المجال من كتاب وأدباء، أكيد الروائية والكاتبة إيمان عبد السلام. صبحك الله بالخير، يا هلا يا مرحبا. صباح النور، أهلا وسهلا، شكرا على المقدمة الحلوة. يا هلا فيك. بداية يعني أشكركم على استضافتي. بالعكس، تشرفينا وتنورينا، ودائما احنا نستمتع بالمواهب الإبداعية البحرينية. صح. مثل ما ذكرت إيمان، هناك يعني السلبيات وإيجابيات للجائحة كورونا اللي مرينا فيها، طبعاً. وأكيد بالنسبة لك كانت إيجابية أكثر، شلون انت استغليتي هذه الظروف؟ اي طبعا، هاي الظروف تركت عندي يمكن عند وايد ناس وقت فراغ كبير. صح. يعني الاشياء اللي كنا، المشاوير اللي كنا نطلع عشان نقضي اشغالنا، صرنا نسويها اونلاين. صح. فيعني الاونلاين ما ياخذ الوقت اللي ياخذ مثلا الطلعه من البيت عشان. صح. تروحين تسوين شغله، مشوار روحه ورده، فيعني زين فراغ، يعني زين فشو أسوي؟ فحسيت إن القلم قاعد يشدني إني أكتب. فمن هني يعني ابتديتي تكتبين. يعني استاذي مال، مثل ما نعرف إن أنت حبيت الكتابة من عمر 20 سنة. نعم. لدرجة كتبتي أعمال كثيرة لكن يمكن ما أظهرتيها. ما سلطتي الضوء عليها أكثر. كانت عندك في الأدراج. نعم. خلينا نتكلم، ليش السبب اللي ما طلعتيها، ما كتبتي كتاب، ما حطيتيها كرواية؟ كنت أكتب بس أحس إن وأقارن طبعًا اللي أكتبه بالأشياء اللي أنا أقراها، والأشياء اللي أقراها حق كتاب يعني مشهورين وعالميين، فأحس إن تجربتي بسيطة، ويعني ما لا أحس إن ما تجرأ إني أكملها حتى. بس بالحسن حظ إن جات الجائحة، يعني على أساس تعطيه فرصة. يعني إيمان، أكيد في علاقة ما بين الكاتب والكتب والقراءة، دائما تكونين مطلعة، تقرين، تشوفين الكتاب الآخرين، عندك علاقات مع كتب معينين. أكيد في كتب دائما تستهويك كقراءة. اي والله، طبعا هو الروايات كثيرا، واحب كتب السير الذاتيه، واحب بعد الكتب تطوير الذات. طبعا كتب تطوير الذات هاي تشحنني، يعني تعطيك طاقه ايجابيه، تشحنني بطاقه ايجابيه يعني. وطبعا هاي كتب تطوير الذات مو من زمان، يعني ما ادري اذا انتم توافقوني الراي، يعني حديثا في الفتره الاخيره، في الفتره الاخيره طلعت وانتشرت. فيعني هاي من الكتب اللي تحبينها. لكن انت لجأتي للروايات، ليش بالذات لجأتي لكتابه الروايات؟ طبعا لاني كنت اقرا روايات من البدايه، وطبعا احب مشاهده المسلسلات، وبعدين حسيت ان مجتمعنا الخليجي والبحريني يعني بشكل خاص في غني ترى بالأحداث والأشياء اللي حلو إن الواحد يبرزها ويطلعها من خلال الكتابة. من خلال في من العمل الأخير اللي أنت يعني أخيراً شاف النور من بعد هذه الجائحة اللي جاتنا. أيه. بس شنو كان قصتك معه وشلون قدرتي أنت تنشرينه؟ إيه أوكي، أول شيء سوينا جروب مكون بس من 4 أشخاص، أنا وخواتي وزوجة أخوي، فكنت أكتب لهم كل يوم جزء من القصة، فكان تجاوبهم شجعني، كانوا متحمسين، ويعني أنت تكتبين وبعدين تقرين لهم؟ أنزل لهم في الواتساب في الجروب. أوكي، فأشوف تعليقاتهم، فإذا حسيت أن يعني، فكنت أحس أن تعليقاتهم أن يعني متحمسين، ف
فهاي شجعني ان انا اكمل لانه كان يعني على اجزاء يعني فكنت انزلهم كل يوم ساعات في ايام ما انزل لهم ما اشوفهم بيقولوا لي نزل في تفاعل ما في بينطرون انزل او ما انزل فيعني ردودهم عجبتني بصراحه شجعتني الردود ان تبتدين تنزلين الروايه فهم ابتدوا يقولون يقولون زين ليش ما تفكرين في النشر بعدين بعد عرضت على مجموعة من الصديقات وهاي يعني طبعاً الصديقات كان جروب أكبر يمكننا كانوا 15 فمن 4 إلى 15 إلى 15 حلقات ومرحلة مرحلة ولين ما شفنا الكتاب موجود ولين ما على أرض الواقع وهني بعدين نزلتها في الانستغرام وهني صار الحين وصل عدد متابعيني تقريباً 150 متابع ما شاء الله متشوقين عشان يعرفون عن هذه الرواية وإحنا شخصياً أكيد متشوقين نقرأ هذه الرواية لكن أستاذ إيمان حق الأشخاص اللي حابين يتواصلون وينتقون هذا الكتاب أو يأخذونه ويشترونه شو ممكن يقدرون يتواصلون وياك حالياً يعني هي كقصة بس موجودة في إنستغرامي اللي هو اسمه Our Everyday Stories Our Everyday Stories طبعاً ك يعني هاي أنا أعتبرها كقصة كرواية هي طبعاً ابتديت أعدل فيها عقب ما تواصلت مع جمعية الأدباء البحرينيين هني هم يعني قالوا لي أنت عندك الموهبة لكنش تحتاجين طبعاً صقل الموهبة وهم طبعاً علموني مش مشكورين أشكرهم كان تشجيعهم يعني ودعمهم لي يعني ما قصروا وأشكر الأستاذ إبراهيم بوهندي من خلال برنامجكم يستاهل التحية أكيد وهذه دور الجمعية اليوم أكيد تشد بيد كل الموهوبين في البحرين في مجال كتابة وإحنا أكيد نشكرك أستاذ إيمان تواجدك ويانا في شمس البحرين ننتظر إن شاء الله جديدك في عالم الكتب والروايات إن شاء الله شكراً لك. يعطيك شكراً على شرفتي ما قصرت أكيد متابعينا فقراتنا متواصلة من حلقة اليوم من شمس البحرين ولكن بروح إلى فاصل وأكيد بعدها راجعين لكم رجعنا لكم متابعينا وننتقل إلى فقرتنا التالية حيث اختتم مسرح البيادر مسابقة أضحى البيادر اللي احتضن فيها مجموعة من المواهب الشبابية المميزة واستثمر فيها التواصل الإلكتروني لعرض المواهب في مجالات التمثيل والسينوغرافيا والتصوير والفوتوغرافي والفيديو والرسم وفنون النحت والكولاج إضافة إلى فن الإلقاء والموسيقى والمكياج وأكيد تم الإعلان عن الفائزين بالجائزة ويسعدنا في هذه المناسبة نستضيف معنا الفنان جمال الصقر المنسق العام للمسابقة وسارة الشايجي الفائزة بالجائزة الأولى في المسابقة عن فئة المكياج صبحكم الله بالخير يا هلا ويا مرحبا فيكم يا هلا الله يصبحكم بالنور والسرور حياكم الله تشرف يا هلا أبو عبد الله بداية خلينا نتكلم عن فكرة هذه المسابقة واستغلالكم إلى هذه الفترة وانطلاقها الإلكترونية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالنسبه لفكره المسابقه اضحى البيادر الفنيه نمبر 1 انطلقت من ليله العيد بس انا قاعد افكر اقول خلينا نسوي شيء في المسرح ليش يعني قاعدين متعودين احنا في العيد لازم نقدم تجارب مسرحيه وكذا وكان بالفعل كنا نشتغل على تجارب مسرحيه كان في عادل جوهر واحمد الشريف والبسام وعبد الله الدرزي مجموعه النخبه اللي في مسرح البيادر بس اللي صار الكورونا وكذا والزمن اللي يانا ذي والجائحه عطلت كل شيء بالتالي ابتعدتوا شوية قلنا خلينا نفكر بشكل مختلف خلينا نفكر بشكل تقني فجاءت الفكرة مني يعني كانت الفكرة بسيطة إن مسابقة أصوات من أصوت من أجمل صوت فعرضناها على مجلس الإدارة على في برنامج زوم يعني بعضنا بعض إلى أن توصلنا إلى نضجنا الفكرة وطورناها خلي تكون عامة وكنا كانت مقتصرة فقط على أعضاء المسرح قلنا ليش على أعضاء المسرح خلت تنفتح على البحرين لله الحمد يعني جربنا وهذه المسابقة وحصلنا طبعا دعم مباشر حقيقة أنا أشكر سعادة النائب الأستاذ أحمد عامر على تبني لهذه الفكرة وعلى هذا المشروع وفعلا دعمنا بكل وسائل
ونجح التجربه بكل مقاييس حقيقه. ما شاء الله، يعني احنا دائما تعودنا من مسرح البيادر الانشطه المستمره منهم رغم هذه الظروف، لان انتم طلعتوا بفكره جديده ومميزه. اكيد بنتقلك ساره، كونك انت فائزه بالمركز الاول عن فئه المكياج، كلمي لنا شلون كانت مشاركتك في هذه المسابقه؟ في البدايه كنت متوتره، حتى شاركت في اخر الوقت لانه كان اول مشاركه لي في اول مسابقه، فحبيت أقدم شيء غريب بعيد شوي عن الفانتازي اللي أنا متعودة أقدمه، ألوان وكاركترات، أبغى أقدم شيء غريب. فسويت شخصية الفنان عزيز المسلم، قلبت نفسي، هاي ثاني شخصية أسويها من بعد شخصية بابا ياسين، فالحمد لله توفقنا. ما شاء الله عليك، أنت فنانة في رسم الشخصيات. ودائما الفن والإبداع عنوان للبحرينيين. أكيد. نتكلم أبو عبد الله عن الاستعدادات والتحضيرات لهذه المسابقة، ما كانت بسهلة صراحة. طبعا أكيد كان تحدي، ولله الحمد طبعا شكلنا لجنة تحكيم ولجنة تقييم، بداية لجنة تقييم برأس الأستاذ سالم رجب وبعضوية الأستاذ محمد الحبسي وحسن عجاجي، متختلفين في حتى في توجهاتهم، وبالتالي جاءت المشاركات، المشاركات فعلا متنوعة. هاي التنوع في حد ذاته هو جمالية المسابقة. توقعتوا الإقبال ذي؟ الإقبال الحمد لله الإقبال، يعني طبعا الخطة الإعلامية كان للمسابقة لم يكن كثيرا صراحة، ولم يكن مساحة عالية، ولكن كبداية تأسيس أنا أعتقد أنه كان نجاح. لله الحمد حصلنا وبالذات من العنصر النسائي في المشاركات، وبالذات في فن المكياج. وايد يحبون المكياج، كلنا نحب المكياج وايد، يعني اللي تقويه واللي كذا واللي عارفه اللي قصدي، يعني كلهم يعرفون طبعا، بس وايد مشاركات، في بعض المشاركات طبعا استبعدناها، لكن لله الحمد حصلنا مشاركات كثيره بالعنصر النسائي وبين الشباب وبين حتى الاطفال، فصارت مواجهه في اطفال وفي كبار، الى ان تم تحديدهم الى فئات عمريه، لله الحمد توصلنا الى حلول مرضيه حق الجميع. يعني سارة، قال الأستاذ جمال قال شغلة، أن كان في منافسة شديدة في فئة المكياج بينك وبين كثير يمكن من المشاركات في البرنامج، شلون شفتي هذه المنافسة؟ هل كنتي متوقعة راح تفوزين بالمركز الأول؟ صراحة ما كنت متوقعة، كنت متوترة، بس لأن كان الشيء عن بعد فحسيت أن هاي الشيء لصالحي. ليش؟ لان احنا لما نسوي هاي النوع من انواع الميك اب، خصوصا الهاي اللي احنا ان انا اقلب نفسي لشخصيه ثانيه وارسم ملامح على ملامحي، فاحتاج وقت وجهد، فاخذ لي هاي العمل تقريبا 3 إلى 4 ساعات. ما شاء الله. اي، فلان عن بعد فخذيت راحتي في البيت وسويت، وغير ان احنا بعد المنتج عقب الفيديو ممكن الناس تشوف انه تصوير عادي، لكن لا، وجدا متعب. انا صورته بالتليفون بس الاجواء المكان عقب مراحل كثيره، مراحل اي، اخترت المقاطع ورتبته، فكله اخذ مني وقت، فكان لصالحي الشيء اللي يكون عن بعد يعني. نعم ابو عبد الله، يعني اكيد بعد هذه المسابقه اكتشفت العديد من المواهب في جميع الفئات. نعم. من تمثيل، من مكياج مثل ما ذكرت. بعد انتهاء هذه المسابقة وإن شاء الله بعد انتهاء جائحة كورونا بإذن الله، الله قريبا أكيد الله، هناك استثمار لهذه الطاقات الشبابية. بالضبط. مخططاتكم القادمة من أجل الاستعانة وإدخالهم في المجال المسرحي. هو طبعا من أساس إقامة هذه المسابقة هو اكتشاف المواهب. يعني هذه أول يعني مواهب في مجالات عدة، سينوغرافيا، في التمثيل، بس الغريب ان التمثيل قليل يشاركها، اكثر شيء كله في الغناء طبعا، بس اباشيل ايضا بمشاركه الاستاذ فيصل انصاري ويانا، وفاز ايضا بجائزه لجنه التحكيم، وغنى اغاني غير طبيعيه ويانا في المشاركه، وايضا اباشيل ايضا بمشاركه العهود سبت ايضا فاز بالمركز الثاني، القت قصيده روعه، وفاز ايضا اشيد بالمركز الثالث اللي فاز في رمضان يوسف في فن التكوين المسرحي. يعني من اي شيء قدامك كون في حال المسرحيه، فكان هاي تنوع حلو، يعني من عودان، من شيء، اي شيء قدامه يروح يشكل منها دميه ويلعب ويمسرحها، فكان هذا جدا حالات. اكيد في عقوبات وفي صعوبات واجهتنا، لكن المكاسب حقيقيه هي كانت هي الاهم. حصلنا قاعده، حصلنا باقات شبابيه، جيل حلو لازم نفكر في صف ثاني وثالث في المسرح، وبالتالي بتكون لها هاي المسابقه اولويه في ان شاء الله في العام الماضي، بتكون احنا من بعد رمضان ان شاء الله مشاورين عليها في نفس اخر بلجان اخرى، بحيث انها تكون على مستوى اعلى ان شاء الله، بتكون عن بعد،
حتى لو ان شاء الله تروح الجائحه بتكون على بعد، تستمر عن بعد ان شاء الله، يعني راح يكون في لها اكثر من نسخه في المستقبل ان شاء الله. ساره، ذكرتي شغله قلتي قبل شوي انه يمكن لان الموضوع كان عن بعد شوي كنتي مرتاحه ومطمنه، لكن ما حسيتي موضوع انك تنقلين الملامح يمكن الصوره ما تكون واضحه 100%، الادوات اللي كنتي تستعملينها يمكن شلون حاولتي تطلعين الشخصيه بصوره جميله بحيث ان انت ما شاء الله وصلتي للمراكز المتقدمه والمركز الاول؟ هو صارتني مشكلة مثل ما ذكرت، كنت أصور بالتليفون وما كان عندي إضاءة، فكنت أحتاج أنه أوزع الإضاءة خصوصاً لما أنا أرسم الكاركتر أخلي وجهي صفحة بيضة أغطي كل شيء، وأرد أرسم الملامح وأسوي ظل وإضاءة، فإضاءة المكان أو الغرفة تأثر، يا أن هي تطلع اي تي ان تخدمني او لا تطلع الميك اب بصوره سيئه. فبحثت شنو الاضاءه المناسبه، رحت دورت وشريت اضاءتين وزعتهم على صرتي مهندسه اضاءه بعد يعني لانه بيطلع بصوره زينه، وخذيت ستاند والتليفون وحطيت الاضاءات وبديت والحمد لله يعني طلع اوكي الحمد لله. طيب عبد الله، اكيد في من خلال طبعا هذه التجربه مثل ما ذكرت قبل شوي هناك في بعض الصعوبات اللي مريت فيها، ابرز هذه الصعوبات شلون انتم قدرتوا تتغلبون عليها خاصه ان عدد كبير وفئات كثيره وجائزه فائز لازم يكون واحد، وشلون بتراضون الكلب والكل في عندهم مواهب مختلفه؟ يعني هو صار احراج بالنسبه للدول الخليجيه، يعني بعضهم كانوا يبون يشاركون فقلنا خاصة بالبحرين وكذا، فاحتمال إن شاء الله السنة القادمة نفتحها بعد إخوان الخليجيين يعني مثلنا، صعب أكيد. إن تقول لهم لا والله لا بس بحرينية وكذا، إحنا خاصة إحنا في البحرين ما تعودنا على هذه المراحل، نبي نفتح إن شاء الله السنة القادمة إخوان السعوديين بيشاركون، الكويتيين الإماراتيين، مفتوحة حق العمانيين حق الجميع إن شاء الله بحيث إن الكل يشارك ويانا. الصعوبات واجهتنا أيضا بالنسبة للفئات العمرية، في واحد عود في واحد صغير، فنبي ايضا مسوي في حسب توزيع الاعمار الفئات العمريه، مرحله الطفوله، مرحله الشباب، مرحله ممكن تكون الكبار، فهذا ايضا مدروسه، لكن لله الحمد المشاركات كانت جدا ايجابيه. بتكون مفتوحه حتى احنا يعني حتى شبابنا يقول احنا بنشارك، يوم شافوا النتائج بنشارك، فيعني اشيد ايضا باللي شاركوا، في ناس ما فازوا ويانا بس مشاركتهم كانت جدا حلوه، مثل الفنان باقر الشعباني مع مع الفنان امسي على ياسر سيف قدموا فقره جدا جميله، في كثير من المشاركات اللي قدموا، عندنا الطفل اللي فاز ويانا ايضا اسمه عبد الله انور بعد بقدم فقره حلوه، والغريب ان اللي شاركوه في اي مكان يقدمون في الحديقه في البيت في الحجره هم بطع، يعني في نهايه التعدديه كانت حلوه البيتوتيه هذه البساطه اللي عن بعد. نعم نعم. يعني استاذ جمال، مثل ما نعرف انه كان في اقبال كبير من قبل مواهب مختلفه، ابداعات متميزه، يمكن فن المكياج والمسرح والشعر وغيره، لكن شنو كانت المعايير وقت اختيار لجنه التحكيم لكل شخص يفوز في هذه المسابقه؟ هم طبعا قسموهم في تقسيم، خلوا فن المكياج لوحده، فن التمثيل لوحده، اللي قدموا في طبعا في بعضهم ما قدموا في السينغرافي، ما حد قدم في من الديكورات او كذا، اللي قدموا فيه صار مثلا المكياج كان اكبر مشكله عندنا في المكياج لانه هيوج وايد شاركوا كل بنات ما شاء الله، بس صارت تصدرت المجموعه وايضا في الالقاء ايضا عهوسات بعد تصدرت، بس ان يعني هذه اللي هو بس اللي واجهت المشكله هي الفئات العمريه، هاي كانت المشكله بالنسبه حق لجنه التحكيم، لذلك كانت ليله التحكيم وصلوا المساكين الساعه 1:30 الليل، يعني بدأوا من 8 لواحد ونص عشان يعني يقاربون هذه الاشكاليه اللي صادتنا، لكن حلت المشكله ان شاء الله على السنه القادمه، من الحين قارينا حاطين حلول لها، حاطين الخطط نعم، بنفتحها على دول مجلس التعاون الخليجي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد احنا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في السنوات القادمه والنسخ القادمه باذن الله، واكتشاف مواهب جديده بحرينيه تستحق الدعم وتستحق هذه الفرصه. كل الشكر والتقدير لك فنانة جمال الصقر، وايضا شكرا لك ساره، والف مبروك مره ثانيه على الفوز. شكرا لكم، نورتونا، يعطيكم العافيه. شكرا جزيلا، مشكورين، بارك الله. مشاهدينا، الفريق البحريني واصل بعزم في جميع المجالات والفعاليات الترفيهيه والتعليميه اللي تقام على ارض المملكه، طبعا ما نسيت التوصيات والاجراءات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا. أكيد الكوادر الطبية والتمريضية والجهات المساندة في الصفوف الأمامية يستحقون منا تقدير تضحياتهم طوال هذه الجائحة، وذلك عبر الالتزام المسؤول. بلا شك طبعا. مشاهدين، نطلع هذا الفاصل القصير وراجعين مع باقي محطاتنا في شمس البحرين، لا تروحون بعيد.
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا. الشباب البحريني مستمرين في التميز الإبداعي في مشاريعهم العملية. اليوم فقرتنا عن مشروع بحريني تأسس على يد بنات بحرينيات ثابرة، وحتى وصل مشروعهم إلى الدول المجاورة. بنتعرف أكثر عليهم في هذا اللقاء، مؤسسين مشروع بي اتش جراند بن. يا هلا ويا مرحبا فيكم رجاء طه وسارة عقيل، رحب فيكم، صبحكم الله بالخير. صباح النور. يا هلا والله. ابتدي معاش رجاء، اللي عارفه ان انت بعيد تماما كل البعد عن التخصص مالك، انت في الهندسه، ايش اللي خلاش تروحين الى اداره الاعمال والى عالم البزنس؟ ساعات الواحد عقب ما يقضي المشوار، يعني مشوار سنتين في الدراسه، اكتشف بعدين انه يمكن هذا مو المجال الصحيح حقي. الاختيار ما كان موفق. ما كان هو افضل شيء ممكن اني اسويه، بس الانسحاب كخيار انسحاب ما كان متوفر. فالواحد يوجد حق نفسه شيء يشغل نفسه فيه ويواصل في الشيء الثاني اللي هو عنده وشيء يحبه. فهني صار الموضوع، هني كانت البدايه بالنسبه بس لك. بس تقدرين تاخذين الاثنين وتبدعين فيهم. الحين تخرجت، فان شاء الله الماجستير اداره اعمال ان شاء الله باذن الله. اكيد ساره، يعني اعمالكم كثيره تقومون فيها، لكن خلينا نتكلم عن اللاين اللي قمتوا فيه في الفتره الاخيره اللي هو حق الطلبه، صح؟ خلال هالفتره كلمينا عن هالمشروع. طبعا احنا كنا في البدايه توجهنا كان فقط للبنز، بس كان عندنا افكار من زمان قاعد نفكر نبي ان نكبر هاي الخطوات، وصار توجهنا الى هاي الستيشنري خصوصا الحين مع بدايه هالكورس والوضع اللي قاعد يصير، فحابين شوي يعني ننشر ايجابيه اكثر ونشجع الطلبه حق هاي الكورس الجديد يستعدون له. فكره حلوه حازم، هذه طبعا الاشياء اللي هم يشتغلون عليها. وفي عندي هني الدفاتر الجميله الصراحه بعد موجوده عندنا، والحلو العبارات اللي تكتبون عليها، صح؟ إيه؟ تحسون فعلا في طاقه ايجابيه من خلال هذه العبارات. زين رجاء، يعني انتم بداياتكم كانت بنز مع البنز. إيه؟ شلون مراحل التصميم في هذه العمليه؟ شلون هل تكون صعبه؟ هي مو صعبه، بس كل قطعه تطلع من عندنا هي في النهايه مرت برين ستورمينج طويل. كل قطعه تطلع وتكون وراها كونسبت، ما في شيء يطلع عندنا عبثي، فاحنا نشتغل فروم سكراتش على كل ديزاين بحيث ان الفكره اللي نبيها نحاول قدر المستطاع ان هي تطلع في النهايه بشكل صحيح حق لما احد يجي يشتريها. فاحنا نصمم كل تفاصيل، نشتغل على بلان طويله، ان هاي البلان على طول السنه ان احنا قاعدين نخطط اليها. اي بس يعني ما تجيكم الافكار تكون صعبه في البدايه؟ في افكار اللي مثلا ما اعرف شنو اسوي حق عيد الاضحى مثلا. على سبيل المثال، فانت ندور 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 ما نحصل اشياء، عقب فجاه تحسين انه والله عندي فكره في الوقت الضائع بس بعد نسويها. ففي اشياء عندنا اياها تمت سويناها من قبل ما اطلقناها حق الناس، بس هي موجوده. وفي اشياء مباشره من تجي الفكره نسويها ونطلعها تكون موجوده. حازم امانه يعني يمكن انا التقيت فيهم في احدى الفعاليات ومعجبه جدا بالاشياء اللي هم كانوا يقدمونها، نفس البنز اللي قاعد تطلع على الشاشه. حبيت العبارات البحرينيه اللي يكتبونها، يعني اتذكر انا شريت شغلات لهجتنا البحرينية موجودة من خلال الفنز، لما أسافر ألبسها فالناس يقولون شنو المقصود مثلاً بالعبارة هذه، أو شلون تقولونها بالبحريني. فأنتوا تركزون على هذه المواضيع الجميلة اللي فيها رسالة وفيها هدف، وأنا وايد أحب التنوع والألوان. أكيد بنتقل لك سارة، يعني ما شاء الله عليكم تقومون بمشاريع كثيرة سواء كانت في مملكة البحرين، في المملكة العربية السعودية، أو حتى في الكويت. كملي، شلون كان التعاون بينكم بين الدول الثانية في أنكم تسلطون الضوء على مشروعكم أكثر وتعرفون الدول الثانية بمشروعكم؟ طبعاً ما شاء الله يعني في جمهور كبير من مختلف دول إحنا ما توقعنا إلى هالدرجة، في من دول حتى خارج الخليج، بس للأسف الحين مو قادرين نوصل لهم. بس يعني ما شاء الله دول الخليج عندنا السعودية والكويت وعمان والإمارات، يعني ما شاء الله في واجد كاستمرز قاعدين نتعامل معاهم، وحتى كنا قاعدين نحاول حتى نتواصل مع المبدعين في هذه الدول ونتعاون معهم في بعض المشاريع اطلقناها بتعاون مع فنانين من دول الخليج. حلو، يكون في تعاون بينكم وبين الفنان، يعني انتم تشتغلون مع الدول على حسب المشروع اللي هم يشوفونه وعلى حسب يمكن اللي هم يطلبونه منكم تسوونه لكم، لكن طريقتكم الخاصه. عبارات يعني صراحه حلوه، صح؟ تقنينها يعني باختيار دقيق جدا، يعني صراحه يعني تشوفي ذي سوف تمر هذه العاصفة. أقول لك يعني العبارات تعطي إيجابية، يعني ما تواجهون صعوبات أن أنت كل مرة تبتكرون شيء جديد؟
هو صراحة لا، لأن الواحد لما يشتغل في الشيء وهو يحبه هو مستعد أنه هو يبذل الوقت كله، بس أنه هو في النهاية يطلع الشيء اللي هو يستحق أنه هو يطلع باسمه. ومثل ما ذكرت سارة أن أنتوا عندكم طلبات وايد وعندكم دخلتوا حتى في دول مجلس التعاون، شلون ما تواجهون صعوبة في إدارة هذه العمل خاصة أن أنتوا لحين بنات لحين ما عندكم أي خبرة في إدارة الأعمال؟ هو في، بس الواحد بعد إذا يبي شيء كان يعني بيواصل فيه. أنا عني يعني بدايتي كانت إن أنا كنت موظفة أوردي في كذا مركز من قبل، فخذيت هاي الخبرة. لما خلص خذيت بعض الدورات في الكاستمر سيرفيس في الإدارة وهاي الأمور، كنت أقرأ واجد بحيث إن أعرف شنو قاعدة أسوي، شنو البلان اللي قاعدة أسويها. فالحمد لله يعني هاي الأمور كلها كانت تحت السيطرة. ما أقول ما في صعوبات، أكيد. بالعكس في صعوبات، بس استل إن الواحد لازم يحاول مهما يتغلب كان على هذه الصعوبات. أكيد في كل مشروع فيه. في كل يمكن عمل تكون فيه حازم لازم يكون فيه صعوبات. سارة خلنا نتكلم عن المعارض والفعاليات اللي شاركتوا فيها، وأنا أساساً تعرفت عليكم من خلال هذه الفعاليات وشفت الشغل الإبداعي اللي تقومون فيه. شو ساعدتكم هذه الفعاليات إنكم تنشرون مشروعكم بشكل أكبر؟ يمكن إن بقول صح ساعدتنا واجد إن ننشر، بس صراحة الشيء الأكثر اللي يعجبني فيها إن يكون أقرب إلى الكاستمرز، إن نقدر نشوفهم مباشرة نتواصل معهم، يكون جداً مختلف تفاعل غير عن بس في الأونلاين يعني. فتعرفنا حتى على يعني إيه صار عندنا يمكن حتى نقول أصدقاء من بعض الإيفنتات يعني، وحتى تعرفنا على شخصيات ساعدتنا يمكن حتى في أشياء خارج الشغل يمكن حتى. حلو يعني هذا التفاعل التواصل بينك وبين يمكن الزباين يعطيك بعد دفعة أكثر أنك أنت تقدمين بشكل أكبر وتسمعين هم شنو حابين أو شنو الأشياء اللي يحبونها عشان تطبقونها في مشروعكم في الفترة القادمة. وأكيد إيمان من الجهة الثانية بغير المعارض والمشاركات والإيفنتات، الجهة الأخرى السوشيال ميديا، أكيد رجاء السوشيال ميديا خدمتكم بشكل كبير وعطتكم فرصة ومنحتكم أن تعرضون وتسوقون إلى منتجكم بشكل صحيح. كلمينا عن دور السوشيال ميديا، وانتو هل متابعين لكل ما يدور في السوشيال ميديا من توجيهات من تعليقات من طلبات؟ احنا كامل يعني السوشيال ميديا صراحة ساعدنا، بالذات في الانستغرام هو البلاتفورم الرئيسي مالنا، وحين بعد دخلنا على عالم التويتر، فهاي الأشياء كلها هي اللي تدشين فيها على الناس. كان لها دور جدا كبير، تفاعل الناس تشوفينا، خصوصا ان هاي كلها اشياء محفوظه فانت ترجع عليها في اي وقت انك تشوفها يعني. صح. عكس لما يكون الهاي فيعني السوشيال ميديا كان لها دور جدا كبير، دائما احنا على تواصل مع الناس نسمعهم بشكل مستمر دائما، وبعد الواحد يحاول انه يوجد لنفسه بعد طرق ثانيه غير. وتطرحون افكاركم الجديده من خلال السوشيال ميديا. اكيد ساره في الختام ودي اتعرف على خططكم المستقبليه، شنو حابين تضيفون من خلال مشروع، وين تشوفون مشروعكم في الفتره القادمه؟ طبعا احنا حاليا اللي وصلنا اليه في عندنا وزه خطط لحين ما طلعت حتى، لانه لحين قاعدين ندرس، بس اكيد هاي يعني عندنا خطط مستقبليه حابين نكبر هاي الخطوات حتى عشان نقدر رسالتنا نعرف ان نوصلها بصوره صحيحه. طبعا احنا نسعى ان نوصل الى الناس ان احنا بهاي الاشياء اللي قاعدين نقدمها فيها رساله، ان انا شخصيا لما البس هذا الشيء انا قاعد اعكس الفكره اللي داخلي. صح. فحتى ممكن ان يسهل التواصل بين الناس لما اشوف ان احنا نتشابه ترى في هاي الشيء، ان شيء يكون واضح ظاهري. فافكر ان حتى كدورنا احنا كمصممين خصوصا ان من واجبنا ان احنا نبرز هاي الافكار في شيء صوره مرئيه، فالناس عندها افكار بس ما تعرف شلون يمكن نتوصلها، شلون اظهرها اقول ان هاي انا. فبهاي الصوره احنا نحاول نعكس هاي الشيء وتطورون من خلال الاشياء اللي تقدمونها. امانه يعني من المشاريع اللي انا شخصيا وايد معجبه فيها. متابع لهم، واعتقد ان تعاملتي معهم اكثر. اي والله وايد احب الفنز لانه والعبارات اللي انت يختارونها والتصاميم صراحه فريده للامانه. يعطيكم الصحه والعافيه رجاء وساره، اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله والنجاح، وان شاء الله نشوف عندكم محلات اكثر واكثر ومشاريع اكثر واكثر، وبالتوفيق في اداره الاعمال ان شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. يعافيكم. وبكذي مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من شمس البحرين. نشوفكم على خير ومع السلامه. مع السلامه.